دعنا نضع أساسا لهذا الحوار. حينما ظنت دول أوروبا أن عصر الحروب والصراعات قد انتهى بعد الحرب العالمية الثانية وأنها ليست بحاجة إلى ملء صفوفها العسكرية مرة أخرى، هل كانت مخطئة في هذا التقدير برأيك؟ أهلا بحضرتك أستاذ كمال الشاطر العزيز، وأهلا بضيوف القاهرة الإخبارية وبالسادة المشاهدين. طبعا الآن تحاول القارة الأوروبية وحلف الناتو والقوى الغربية التغلب على أخطاء الحرب الباردة التي حدثت في الماضي، ولم يتم تحديث لا المعدات العسكرية باعتبار أن أغلب المعدات العسكرية الموجودة في أوروبا الآن هي عتاد قديم سواء من الطائرات أو الدبابات أو غيرها، وأيضا فيما يخص التجنيد الإجباري باعتباره خطوة لها دلالة واضحة من أن هناك خوف وقلق شديد لدى القوى الأوروبية من أن لديها يقين باتساع رقعة الصراع. لك أن تتخيل أن هناك تغير كبير في السياسة الغربية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه قبل هذه الحرب كانت القوى الأوروبية تتجه إلى خفض التصعيد، ولكن بعد هذه الحرب نجد أن القوى الأوروبية اتجهت وبشكل كبير إلى رفع الإنفاق العسكري، خاصة أننا إذا شاهدنا حجم الإنفاق العسكري الذي كان مقدر لحلف الناتو في العام 2021 كان يمثل حوالي 296 مليار دولار، وكان من المفترض أن يزيد حتى عام 2026 بمقدار 14% ليصل إلى 337 مليار دولار. وبالتالي أرى أن دكتور حمد، هذا التخوف وهذا التغير في المسار ورفع الإنفاق العسكري هل كان بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كما ذكرت، أم تخوفا من دونالد ترامب السعي بقوة نحو كرسي البيت الأبيض؟ يعني أنا هكمل لحضرتك بقى الفكرة أستاذ كمال، لأن هي مرتبطة بالسؤال اللي حضرتك أشرت إليه. ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية زاد معدل الإنفاق العسكري ليصل لحوالي 53% ل 453، ثم قفز ل مليار و600 مليون دولار، ثم بعد ذلك من المتوقع أن يصل في 2026 إلى 2 تريليون دولار. وبالتالي أرى أن هناك هاجس رئيسي سواء من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لأنها نقطة جوهرية ومهمة جدا حضرتك أشرت إليها، لأن هناك تخوف من أن يكون هناك صدام بين الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة دونالد ترامب وبين حلف الناتو، وأيضا في الاتجاه الآخر الخوف الأكبر والمزاعم والخوف الكبير لدى الجانب الأوروبي وحلف الناتو هو أن تتوسع روسيا عسكريا بشكل كبير داخل أوكرانيا، خاصة أننا في الأيام السابقة شاهدنا أولا أكبر دعم عسكري قدم في القمة 75 لدول حلف الناتو في واشنطن، وأيضا مناورات كانت قوية جدا وتحالف استراتيجي بدأ يظهر للعلن وبشكل كبير بين روسيا والصين الذين عقدوا مناورات عسكرية في جنوب الصين، ثم بعد ذلك تنتقل الصين لعقد مناورات قوية وعسكرية بينها وبين بيلاروسيا التي لديها حدود مشتركة مع بولندا ودول الاتحاد ودول حلف الناتو بشكل عام، وهي جزء رئيسي من دول حلف الناتو، وده كله من العوامل اللي جعلت الجانب الأوروبي وجانب حلف الناتو يقلق بشكل كبير ويسعى إلى زيادة التجنيد الإجباري وفرضه وأيضا زيادة الإنفاق العسكري.